واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 49,871 قضية تموينية متنوعة، من بينها 267 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 47,216 اسطوانة، وضبط 132 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 2,529,400 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 800 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 1,526 طن سلع مدعمة، وضبط 31 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت ما يزيد على 1,036 طن، كما تم ضبط 13,019 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع بمضبوطات قاربت 2,321.5 طن سلع غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط 19,978 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 735 طن، إضافة إلى ضبط 12 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات قاربت 154 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4,169,991 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1,238,934 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 16,260 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 759 سائقا منهم. كما تم المرور على 1,037 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 617 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 638 مركبة وتبين مخالفة 19 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 1,503 سيارة و 222 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 41,093 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 4,963 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 6,346 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 14,481 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 15,263 مخالفة ملصقات وضبط 182 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر
375,657 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 320,136,778 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1,291 قضية، من بينها 662 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وضبط 629 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 127 قضية بقيمة مالية بلغت 277,636,300 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 8,005 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 11,425,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 25,829,732 جنيها.